السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحد اللقاءات الحوارية كان في سؤال: إمتى يبدأ دور المصمم الداخلي أو الانتريور ديزاين؟ وفي فرق الصراحة بين النظرية والتطبيق، أو الواقع العملي والعلمي، أو المفروض يحصل واللي بيحصل. طيب، اللي بيحصل إن هو بيتدخل أو بيبدأ دوره أو بيبدأ يبص على المشروع لما المشروع بيكون خلاص اتنفذ مثلا، او خلاص كل المخططات اتعملت. تمام، ده اللي بيحصل عشان ما نكذبش على بعض. انما المفروض يحصل ان هو بيكون في اول المشروع، يعني واحنا لسه بنفكر في التصميمات وبتاع، بيبقى موجود وناخد رأيه، وده بيساعدنا كتير. لان هو مثلا لما يجي المصمم الداخلي ويبدأ يتدخل ويبدأ يعمل شغل، هو مش دوره بس الالوان ودوره، لا، هو برضو ممكن يكون في حاجة معينة عايز يعملها، لكن فوجئ ان هو دخل على وضع معين فهيضطر ان هو يلتزم بيه. زي مثلا لما تيجي تبدأ تشتغل في مكان ويقول لك خلي بالك الحتة دي ما تقربش منها، خلي بالك احنا عندنا هنا لازم يكون في شروط معينة، ان مثلا انت هتبني على مثلا نص المكان او تلت المكان، في محددات بالنسبة لي بتقيدني شوية. هو المصمم الداخلي لما يجي في اخر المشروع خلاص بقت الشغل موجود، فمقيد بحاجات معينة. مثلا كان في مشروع بنشتغل بيه في اوروبا، ف قالوا كده شرط ان في جزئية معينة محدش يلمسها. ليه؟ الحتة دي كان فيها بعض الجنود بيستخبوا من جنود ألمان في الحرب العالمية التانية، يعني 1945، فبالنسبة لهم دي نوع من أنواع الآثار، معناه ملهاش مش تأثير كبير على الحرب، مجرد بس بيستخبوا، لكن هم ايه عايزين يحافظوا عليه. تمام، ما عندناش اي مشكلة خالص، بس دي بقت محددة معينة، ان انا بالنسبة لي الحتة دي مش هقدر اعدل فيها والحاجات دي كلها. فهي نفس الفكرة، هو لو بدأ معاك في اول مشروع هيبدأ يقولك، يفهم العميل عايز ايه ويبدأ ان هو يحطها في قلب المخططات، بحيث نعمل المبنى موافق للعميل. احنا مش بنعمل حاجة لوحة فنية أو بنعمل حاجة باسمك أنت، لأ، أنت بتعمل حاجة العميل لما يقعد فيها يستريح. ممكن يكون أنت عندك فكر معين، لكن الأهم إن أنت تقعد مع العميل وتشوف إيه آراؤه، ممكن في حاجات فيها هتنفع تتعمل، في حاجات لو اتعملت هتضره. على سبيل المثال، المهندس حسن فتحي كان بيعمل بيوت لناس اضطروا ان هم يسيبوا القرية القديمة بتاعتهم ويروحوا القرية الجديدة اللي هي القرنة، فبدأ ان هو يقعد معاهم ويفهم هم عايزين ايه ومين اللي عايز يقعد جنب مين، ولازم يقعد مع العميل، وعمل لهم تقريبا كل اللي هم عايزينه ما عدا بعض النقاط، زي مثلا ان هم عايزين الحيوانات بتاعتهم او الانعام تبقى موجودة معاهم في نفس البيت. فكان وجهة نظره ان دي هتنقل امراض كتير جدا، فلازم موجودين في مدخل تاني، او يعني ليهم باب تاني مش في نفس المدخل العادي بتاع البيت. فهو بدأ يشوف ايه الحاجات اللي ينفع انها تتعمل وطبقها بحذافيرها، والحاجات اللي ممكن تسبب ضرر او غلط بدأ يتناقش معاهم فيها، وبدأ ان هو يغير في التصاميم بحيث ان هو يعمل حاجة صح اللي مناسبة للعمل بتاعه. في فكرة كده ان احنا كلنا نبدأ مع بعض تيم واحد، ومش كلام نظري، لا، كلام عملي، يعني يبقى في تكامل مع بعض. فمن اول مشروع بيبقى موجود الشخص المسؤول عن الاستدامة، تمام، بيبقى موجود الراجل بتاع الفاسيليتي مانجمنت اللي هو هيدير المبنى لما يخلص. ما ممكن مثلا، يعني كان في احد الاجتماعات كان الفاسيليتي مانجمنت موجود، ده نادرا يعني، يقول لك لا، لما نخلص شغل نبقى نندهله. فكان في وسط الاجتماع اختاروا نوع معين من الازاز والفساد والحاجات ديت، فالراجل قال لهم لا، النوع ده بالشكل ده هيبقى صعب جدا في التنظيف، هنضطر ان احنا ننضفه مره كل سنه ولا حاجه، احنا ممكن ناخد نوع تاني او هنعمل مثلا مسافه معينه عشان نقدر ننضفه كل اسبوع او كل ما نضطر ان احنا ننضفه. فكان وجوده كويس. في مشروع تاني، الشخص المسؤول عن الاستدامة كان كل ما بيجي لا، المفروض تعمله كذا، هو كلامه صح وهيعمل حاجة كويسة، لكن الناس كانت متضايقة لأن هو بدأ يحط لهم محددات كانت صعبة شوية، لكن بدأوا يهملوه في الاجتماعات، يعني بدأوا يشيلوه من الإيميلات عشان ما يحضرش الاجتماعات، والتاني ما بقاش بيطنش يعني.
مدام ما بعتلوش ايميل يبقى انا مش جاي. في اخر المشروع المفروض يخلص، قال لهم لا في شرط معين عشان ناخد شهادة معينة، فلازم يبقى في مساحة معينة من الحاجات الخضراء، فانتوا لازم تصغروا حجم المباني. ففكرة ان انت تصغر حجم المبنى بعد ما وصل لان هو خلصوا الديزاين، اضطروا ان هم ياخدوا نفس الوقت اللي عملوه في الديزاين عشان يعملوا ريديزاين عشان يحققوا شروط الاستدامة. وكان الموضوع فعلا مشكلة، وكان ضرب نار يعني. المعمار يغير، فالستراكشر لازم يغير ويعيد الحسابات بتاعته والأحمال بتاعته والميكانيكا والكهرباء وحسابات الإنارة والحاجات دي كلها. لو هو موجود معانا فعلا من أول يوم وإحنا ملتزمين بالكلام اللي هو بيقوله، كان ده وفر علينا مشاكل كتيرة جدا جدا جدا. ودي نفس فكرة برضو الانتريور ديزاين او المصمم الداخلي، اللي هو موجود في الاول هيقول لنا والله لا دي العميل محتاج مثلا الغرفة دي تبقى اكبر، لا هنا محتاجين مثلا الشباك ده هيكبر وبتاع، بدل ما يجي هو فوجئ ان كل حاجة موجودة وكل حاجة، هو بقى يبذل جهد اكتر على اساس ان هو يحقق الحاجة اللي تحقق الراحة للعميل. هذا والله اعلم، لو انا غلطت في حاجة يا ريت تنبهني وتبعتها لي.